شهدت الهند فيضانات مدمرة في الفترة الأخيرة، حيث تسببت السيول والفيضانات في خسائر جسيمة للأرواح والممتلكات في شمال البلاد. وبحسب السلطات الهندية، فإن عدد ضحايا هذه الكارثة قد ارتفع إلى 80 شخصاً. تعددت آثار هذه الفيضانات المدمرة، حيث تم تدمير العديد من الطرق والجسور نتيجة انحسار المياه الهائل، مما تسبب في عزل بعض المناطق وتعطيل حركة المرور. كما تضررت المنازل والبيوت وانهارت في بعض الأماكن، مما أجبر السكان على النزوح والبحث عن مأوى آمن، وتعرضت المناطق المنخفضة لخطر الفيضانات بشكل خاص، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير. ومن الظواهر التي ترافقت مع هذه الفيضانات المدمرة، انتشرت الانهيارات الأرضية في العديد من المناطق، مما تسبب في حدوث المزيد من الخسائر البشرية، ولا يزال هناك أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، مما يزيد من حجم الكارثة ويزيد من التحديات التي تواجه فرق الإغاثة والإنقاذ. تعقدت عمليات الإجلاء والإنقاذ في الهند بسبب تدمير الطرق والجسور وخطوط الاتصال، وهو ما أدى إلى صعوبة وتأخر في الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين. وقد تم تأجيل عمليات الإنقاذ الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يعرقل جهود الإغاثة ويزيد من معاناة السكان العالقين. تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 1200 منزل تضررت جراء هذه الفيضانات القاسية، مما يجعل الحاجة إلى إعادة بناء المنازل وتوفير سبل العيش الأساسية للمتضررين أمراً ضرورياً. تسببت الفيضانات المدمرة في الهند في خسائر هائلة في البنية التحتية والممتلكات والمحاصيل الزراعية. تضررت العديد من المنازل والمنشآت التجارية والمرافق العامة، مما أدى إلى تشريد العديد من الأشخاص وجعلهم بلا مأوى. وانقطعت الكهرباء والمياه في العديد من المناطق المتضررة. تعتبر فيضانات الهند الأخيرة مأساوية، وتذكرنا بضرورة تعزيز الاستعداد والتأهب للكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم. تحتاج الهند والدول الأخرى إلى تطوير خطط طوارئ فعالة، وتعزيز البنية التحتية للتصدي للفيضانات والسيول وغيرها من الكوارث المحتملة. فيضانات البرازيل. تعيش منطقة سانتا كاترينا في البرازيل حالة من الدمار والخراب الشديدين بسبب العواصف العاتية التي تجتاح المنطقة. تسببت هذه العواصف في فيضانات هائلة وسيول قوية لا هوادة فيها، تركت وراءها مشاهد تدمر القلب وتفوق الوصف. الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية في المنطقة قد غمرتها المياه بشكل كامل، حيث تحولت إلى أنهار هائجة تجرف كل شيء في طريقها. وللأسف، لم تكن المنازل محصنة أمام هذا الجحيم المائي، فقد انهارت العديد منها تحت ضغط السيول القوية، مما أدى إلى خسائر مادية هائلة وتشريد العديد من الأسر. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة انهيارات أرضية مروعة نتيجة للتربة المشبعة بالمياه وتأثير السيول. تشوهت المناظر الطبيعية الجميلة التي كانت تعرف بها سانتا كاترينا، حيث تشققت الأرض وانهارت التلال، مما أدى إلى تشكل حفر وهوان واسعة. هذه الانهيارات الأرضية زادت من حجم الدمار، وزادت من صعوبة إجلاء الناس وتقديم المساعدة. تتفاقم الكارثة مع زيادة عدد الضحايا المدفونين تحت أنقاض المنازل والمباني المنهارة. فرق الإنقاذ تعمل بجد للعثور على الناجين وإنقاذهم، ولكن التضاريس الصعبة والظروف الجوية السيئة تعيق عمليات البحث والإنقاذ. يشكل انهيار الأراضي والأنقاض خطراً إضافياً على حياة أفراد فرق الإنقاذ، مما يعزز من تعقيدات المهمة ويزيد من تحدياتها. تم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة، حيث تعمل السلطات بكل قوتها لتوفير الإغاثة والمساعدة للمتضررين. تم تجهيز مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال النازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسية من الطعام والماء والدواء. تعمل الجهات المعنية أيضاً على تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين. تواصل فرق الإنقاذ العمل على إصلاح الطرق والجسور التي تضررت جراء الفيضانات، لتمكين عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق وقتاً طويلاً، حيث يتطلب إصلاح الدمار الشامل تخطيطاً وتنفيذاً دقيقين. فيضانات إيران.
تعرضت إيران مؤخراً لموجة فيضانات مدمرة تسببت في دمار هائل وخسائر فادحة في عدة مناطق. هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في الأنهار والسيول جعلت البنى التحتية عرضة للانهيار وأغرقت العديد من المناطق. تأثرت مناطق شمال إيران بشكل خاص حيث ضربت فيضانات قوية محافظات ديلان. تم تسجيل أضرار جسيمة في البنى التحتية بما في ذلك الطرق والجسور التي انهارت أو غمرتها المياه، كما تضررت المنازل والمباني والمحال التجارية جراء تدفق المياه القوية والانجراف الأرضي. تكبد السكان خسائر فادحة بشكل شخصي ومادي، فقد تضرروا من فقدان الممتلكات والمنازل المدمرة. كانت الفيضانات سبباً في إجلاء العديد من الأشخاص وتشريد العائلات بحثاً عن مأوى آمن، وللأسف تم تسجيل عدد من الوفيات والإصابات جراء هذه الكارثة. تأثرت البنى التحتية الحيوية مثل الشبكات الطرقية والجسور والمرافق العامة بشكل كبير. تعذرت التنقلات وتم قطع الطرقات الرئيسية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مما أدى إلى عزل بعض المناطق عن العالم الخارجي. تعطلت خدمات الكهرباء والماء في بعض المناطق، مما أدى إلى تعقيد الوضع العام وتضاعف صعوبة الإغاثة والإنقاذ. تعمل السلطات المحلية والجهات المعنية على قدم وساق للتعامل مع هذه الكارثة وتقديم المساعدة للمتضررين. تم تشكيل فرق الإغاثة والإنقاذ لإزالة الأضرار وتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين. تم استخدام المروحيات والزوارق لإجلاء الناس وتوصيل الموارد اللازمة إلى المناطق المتضررة. تم نشر صور لفرق الطوارئ وهم يساعدون السائقين على الخروج من مركباتهم التي غمرتها المياه جزئياً. الفيضانات أدت أيضاً إلى إغلاق الطرق بين أستارا وتلش، وتسببت في تدمير عدد من المباني وغمرت المياه العديد من المنازل وسوق أستارا. وتشير التقارير إلى هطول 265 مليمتر من الأمطار خلال 12 ساعة في المدينة. تعد إيران عرضة للفيضانات نتيجة الأنهار التي تنبعث من سلاسل جبالها الواسعة. وفي العام الماضي تعرضت 21 محافظة في إيران لفيضانات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 96 شخصاً. هذه الفيضانات تسببت في خسائر كبيرة وأضرار جسيمة في البنى